في حضرتك تقولي الو بعد اذنك. الو الو. ايوه مساء الخير. مساء النور. ازيك يا الهام؟ ازيك يا شيف مراد؟ ريهام الديب. ريهام الديب صاحبتي وزميلتي. معانا الاعلاميه القديره طبعا ومدرسه الاعلام كله الاستاذه ريهام الديب. ربنا يخليك يا شيف مغازي. كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانت طيبه. ورمضان كريم عليك وعلى الهام زميلتي وصاحبتي وحبيبتي وحبيبه القناه الاولى كلها. كل سنه وكل فريق عمل القناه الاولى دايما يا رب بخير، ورمضان كريم علينا كلنا يا رب دايما. وانت طيبه يا ريهام، يعني انت عارفه ان انت غاليه عليا قوي وانا مبسوطه قوي بالتليفون بتاعك. انا عارفه والله العظيم يا الهام، وانت اغلى. وانا الحقيقه بتصل لاني انا عرفت طبعا ان انت هتطلعي، فطبعا مش هسيبك في حالك. استاذه ريهام اشكرك على التليفون الجميل ده، طبعا مفاجاه يعني. الله يخليك يا شيف مغازي. اكيد اكلتي من اتفضلي. هي الهام ما شاء الله، بس عشان ايه اكيد حضرتك طبعا سمعت من كل زمايلنا. هي نمبر 1 في الطبيخ فينا كلنا. يعني ما فيش اصلا حد بيحاول يدخل في دايره المنافسه خالص. والله والله انا بقول حقيقه، والله مش بجامل، دي حقيقه. هي شاطره جدا، منظمه جدا، بتعمل كمان اصناف كتيره قوي ومتنوعه قوي، بتجدد يعني. وبعدين اهم من كل ده ان هي اكلها خفيف قوي الحقيقه. يعني وبرضه شويه هيلسي يعني، ان هي كريمه جدا يعني. هي على طول مثلا بنبقى خارجين من نشره بنلاقي في ايه ولائم كده. كويس عشان كده عارفين. بس طب ايه اللي تحبي تاكليه من ايد الاستاذه الهام طبعا وتقولي ان انا ما اقدرش اعمله؟ اكيد في حاجه حابه تاكليها من ايدها دايما. بص كل حاجة هي بتعملها حلوة قوي. أنا لازم بس يعني لازم أقول على موقف كده. إحنا مرة كنا مخلصين شغل وكان في تغطية وكان في قعدنا كتير قوي قوي في الاستوديو وخرجنا لقينا إلهام عاملة أكل كده تحفة. كان فراخ تشاينيز صيني ورز بسمتي حلو يعني. وكنت تقريبا عاملة برضو إلهام سبرينج رولز برضو معاهم. فكانت حاجه يعني حسب معلوماتي ان هي كمان شاطره في الحلو قوي يا استاذه ريهام على فكره. كل حاجه حلو وحادق ومطبخ مصري ومطبخ يعني اجنبي بقى كل الحاجات. فهي ما شاء الله شاطره جدا 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 يعني. يعني نقولي عملت عزومه رمضان ولا لسه؟ لا احنا لسه هنتجمع هنا على عزومه رمضان. على فكره ريهام انا عامله الفراخ دي النهارده في البيت. الشاينيز اللي هي بزيت السمسم دي حاجه رهيبه الصراحه. على فكره يا حضرتك بتسمع التليفون ومركزه معايا قوي قوي في التتبيله يعني. انا واخده بالي. عين هنا وعين هنا. انا واخده بالي. استاذه ريهام نورتيني بجد. كل سنه وحضرتك طيبه ومنتظرين حضرتك تشرفينا هنا. ميرسي يا ريهام جدا جدا على اتصالك. عشان تكتمل الحدوته والحكايه بتاعتنا لازم حضرتك تشرفينا في الاستوديو. ريهام على فكره يعني هي شهادتها مجروحة. أنا عارفة إن هي بتحبني جدا وعارفة إن هي يعني بتقول الكلام من قلبها، بس أنت لو ما تشوف بقى ريهام وأكلها هتعرف إن هي يعني طبعاً أداء فوق العالي يعني. ميرسي يا ريهام جدا. أشكرك. شكرا أستاذة ريهام.